حصل معاك شخصيا روحت الشباك تحجز تذكره وما لقيتش؟ فواحد على مسافه 15 يوم. انا اقول لحضرتك حاضر، انا هوضح لك انت ما بتلاقيش ليه، بس حصل معاك شخصيا حد قال لك تعالى انا معايا تذكره هي تاخدها؟ لا يا باشا حضرتك مش كده، انا اللي بدور عليه. طب دورت ولقيت الزنقه بتاعتي؟ دورت ولقيت موجود والله يا باشا. يا باشا لقيته موجود، اشتريت. انا بقول لك موجود يا والله يا باشا موجود. ما انا حضرتك مش هينفع اقول لك فين واقول لك وكذا لا وكذا. لا 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 موجود، موجود والله يا باشا. احنا مش في المدينه الفاضله وانا مش هقدر، انا بمنتهى الصراحه مش هقدر امنع 100% تمام وجود سوق سودا. وانا هقول لحضرتك ليه، لان حضرتك دلوقتي راكب محترم هتخش تقطع 4 تذاكر ليك حد اقصى تمام ليك ولاسرتك، وهناخد رقم بطاقتك وما الى ذلك، صح كده؟ انا بقى مش عالم بالنيه ان حضرتك واخد جايب اخواتك وقرايبك وجيرانك عشان كل واحد يقف على شباك وياخد 4 تذاكر تمام ويروح يبيعهم. انا مش دوري بقى ان انا اجري ورا كل راكب. طيب يا باشا اسوان محافظه اسوان. لكن انا سؤالي بقى هنا، حضرتك كراكب تعرضت شخصيا لواحد الموسم ده تحديدا قال لك تعالى خد التذكره دي؟ هو يا باشا مش بيقول لي تعالى، انا بدور عليه. لقيته اشتريت منه. موجود يا باشا لقيته. وانت محتاج اشتريت. طب ما تقول لنا فين عشان ما اقدرش اقول فين بقى. لا قول ما تقولش على باشا حضرتك. هو يا باشا انا لما كنتش تقول سعادتك كراكب تقوم بدورك الايجابي وتساعدنا. انا بقول لك انا اشتغل لوحدي. انا الراجل اللي قبلك كان بيشتغل لوحده. ما تعرفش حسان محمد احمد من محافظه اسوان. ازيك يا عم حسان؟ اهلا بيك. اجمل واسمح ناس باشا. الله يبارك فيك. كلام باشا اقول لك على حاجه. انا هو الحلها في ايه؟ في حاجه واحده بعد اذن حضرتك. سعاده الرئيس بعد اذن حضرتك حلها في ايه؟ ان انا زي ما بجيبها من على النت وكتب اسمي عليها المشكله في الشباك يبقى دي بتاعت كذا. ما يا فندم بيتاخد الرقم. يا فندم بتاخد رقمك. هو بيقول انه يطبع التذكره. هل ده ممكن؟ يعني هو ده يطبع في التذكره ده اجراءات شغالين فيها دلوقتي. هو في النت دلوقتي انا لما بجيبها من على النت بتتبع يعني مطلوب ان احنا يبقى كله يتعمم.